فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سافرنا مدة 5 أيام، وكان أميرنا في السفر يجمع ويقصر الصلاة، فقلنا له إن ذلك لا يصح. نعم، ايش يقول؟ يقول: سافرنا 5 أيام وكان أميرنا في السفر يجمع ويقصر الصلاة، فقلنا إن ذلك لا يصح، فقال: هذه مسألة خلافية. فصلينا 5 أيام، يعني مقيمين في مكان 5 أيام، أو أنهم 5 أيام يمشون، ما ندري وش السؤال هذا. شو يقول؟ يقول: سافرنا 5 أيام وكان، أو جلسنا في السفر 5 أيام. نعم، ما ندري وش السؤال هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل عنده، وكل مسألة فيها خلافية، فيها خلاف، يصير يجوز لك تأخذ اللي تبي. المسألة مسألة دليل، ما هي مسألة خلاف، مسألة الدليل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. بس المسألة مسألة خلاف، مثل ما يقولون الآن، لا قلت هذا ما يجوز، قال المسألة والله المسألة فيها خلاف، يعني يأخذ اللي يوافق هواه، ما يصلح هذا. نعم.